معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم لا يصام لأنه فطر كامل. الألحان فاي بيبي وطاي شوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا. القراءات تقرأ فصول اليوم. الأوشية الموسمية المياه. التوزيع المزمور 150 والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إنيمو إميفيارو، بارك مياه الأنهار. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الثاني والعشرون من شهر أبيب المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية، استشهد القديس ماكاريوس ابن واسيليدس الوزير. كان مسيحيا من مدينة أنطاكيا بسوريا. رفض أوامر الملك دقلديانوس بعبادة الأوثان، فوصلت أخباره للإمبراطور فنفاه إلى الإسكندرية. ودع أمه وأوصاها بالفقراء، وفي الطريق ظهر له السيد المسيح في رؤيا الليل وقواه وعزاه وأعلمه بما يناله. وقف أمام أرمانيوس والي الإسكندرية واعترف بالسيد المسيح، فلاطفه لعلمه أنه ابن الوزير واسيليدس، ولم يقبل القديس فعذبه الوالي. أرسله إلى نيقيوس التي هي زاوية رزين بمحافظة المنوفية. صنع الله على يديه معجزات باهرة، منها إقامة ميت. اتفق حضور إريانوس والي أنصنة فأخذه معه. ولما وصلوا إلى شطانوف تعطلت المركب عن المسير، فأمر الوالي الجند فأصعدوه إلى الشاطئ حيث قطعوا رأسه، فنال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 19 للشهداء 303 ميلادية، استشهد القديس لاونديوس. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا. عجيب هو الله في قدسي، إلى إسرائيل هو يعطي قوة وعزاء لشعبي. الصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله، ويتنعمون بالسرور هللويا. الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطائر، بركاته على جميعنا. ولكن أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون. خافوا من الذي بعدما يقتل
له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا أليست خمسة عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصى، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جد فعلى الروح القدس فلا يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. والمجد لله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. اليوم يا أحبائي هو الاثنين 29 يوليو 22 أبيب، تذكار استشهاد القديس مكاريوس ابن واسيليدوس. أصل القراءة اليوم مأخوذ من اليوم 27 من شهر برمودا، شهادة القديس بكتور ابن رومانوس. وقراءة اليوم زي ما قلنا كتير دايما إنها بتتكرر 85 مرة لغنى الكنيسة بعيد الشهداء وعيد القديسين. مزمور العشية وقراءات اليوم بتدور حول كلمة لا تخافوا. مزمور العشية بيقول قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب، أعطيت سرورا لقلبي لأنك أنت وحدك يا رب أسكنتني على الرجاء. عندما يأتي إلينا الشر سنكون محاربين عنك، ولكن أيضا الله يحارب عنا، فالله يدافع عنا ونحن صامتون. الله مش بس بيحارب عنا، ده دايما بيدينا وسط الضيقة بيدينا اطمئنان ويدينا كمان رجاء. انجيل العشية بيقول لنا من يهلك نفسه من اجلي فانه يجدها. من يهلك نفسه من اجلي فانه يجدها. بصراحة كتير جدا بيفتكر الحياة بطرق مختلفة وبيعيشها باسلوب مختلف، لكن الاباء القديسين والشهداء شافوا انه حياتهم هي في المسيح، وشافوا انه حياتهم لا تساوي شيء بدون ربنا. عشان كده قال الكتاب المقدس ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. فمهما قابلهم من ضيقات وتجارب اعتبروا هذا الضيقات والتجارب طريق لوصولهم لربنا. البولس يقول لأني أظن أن ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. إزاي احتمل الشهداء الألم؟ يمكن لو حبينا نجاوب على السؤال ده لأنهم فكروا أن المجد العتيد كبير جدا
وزي ما قال لأنها لا تقاس بالمجد العديد الذي يستعلن فينا. احنا متوقعين التبني، متوقعين الفداء والتجسد، احنا ضعفاء، ازاي نحتمل الروح القدس يعضد ضعفنا؟ وقال الكتاب المقدس النهاردة في رسالة معلمنا بولس الرسول، لأن كل الأشياء تعمل مع الخير للذين يحبون الله، حتى هذه الألام فهي للخير للذين يحبون الله. فكرة جميلة أن كل حاجة تحصل في حياتنا نتوقع منها الخير، ما نتوقعش منها شر، وبالذات لما تكون هذه التجارب والحروب لأجل الذين يريدون أن يعيشوا في التقوى في المسيح يسوع يضطهدون لأجل المسيح، تكون بركة كبيرة احنا ما نستاهلهاش. اما في الكاثوليكون يقول لنا جملة تثبت لنا فكرة لا تخافوا من الذين يقتلون في الجسد، يقول اما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا. ما تخافش، هذا صدى لتعليم السيد المسيح لكل المجد، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. ويقول لنا كمان لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. ازاي نخاف من انسان؟ يمكن خوفنا من الناس وخوفنا من البشر بيطرد مخافة الله من قلوبنا، لكن خوف الله جوانا يطرد مخافة الناس. عشان كده على قد ما بنقدر نخلينا ثابتين. خدوا بالكم ان كلمة الخائفين والخوافون دول اكتر فئة ربنا بيقول انا مش هدخلها السماء. على قد ما بنقدر نفتكر كمان في مزمور القداس النهاردة، عجيب هو الله في قدسيه، اله اسرائيل هو يعطي قوة وعزاء لشعبه، والصدقون يفرحون ويتهللون امام الله ويتنعمون بالسرور. رغم الألم اللي هم فيه ولكن هم يتنعمون بالسرور، هم فرحانين. عشان كده قال لنا الكتاب لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيء. وده إنجيل القداس النهاردة. لعل الإنجيل رتب القراءة دي خصيصا عشان لما نمر به من بعض الضيقات والألام في الأيام اللي احنا فيها. عشان كده ربنا بيحاول يحطنا قدام بعض الأمور، ما تهتمش، ما تخافش، ودي نقطة لازم نفكر فيها. بنفكر وبنهتم بأي شيء، ويمكن اهتمامنا بأمور كتير قوي بيقلل مكانة الله جوه قلوبنا. هم ربنا دوره ايه في حياتنا؟ بنهتم ونقلق ازاي وبنخاف كتير ليه؟ الخطية مجرد انك انت تنسى دور ربنا في حياتك. الحسابات الأرضية كتير، لكن صدقوني بتبقى دايما في حسابات بنسميها حسابات سمائية كتير جدا. زي واحد زي يوسف الصديق، يمكن حساباته الأرضية بيطلع من أمور صعبة لأمور أصعب، ولكن الأمور ديت قالت في الآخر لخير يوسف الصديق، وقال لإخواته في جملة جميلة: أنتم قصدتم بي شرا أما الله فقصد بي خيرا. الاهتمام والرعاية ده عمل من عمل الله الحلو والجميل اللي احنا بنتمتع بيه، واللي أبونا داود دايما يترنم بيه وقال: الرب لي راعي فلا يعوزني شيء. ما تهتمش، ما تخافش، ما سعدنا لأن احنا منقوشين على كفه، زي ما قال الكتاب المقدس: ناقشتكم على كفي، من مسكم فقد مس حدقة عين. برضو الخوف يا أولاد ممكن يوقعنا في مشكلة اسمها القلق، يبقى ما نهتمش ويريد كمان ما نقلقش. القلق أخطر خطية بتحارب الإنسان، القلق يولد الخوف. صراحة في سفر الرؤيا ربنا قال ما تهتمش، وقال إن الخوافين والقلق دول يعوقوا الروح من الانطلاق للسماء. كتير قوي بنفكر ناكل ونشرب ايه، كتير قوي بنفكر في امور ارضيه وتذبذب فينا فكره ايماننا وتقلقنا من علاقتنا بربنا. لكن عايز اقول الكتاب المقدس يقول ما تهتمش بيها، اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون هذه قبل ان تطلبوها، وهذه كلها تعطى لكم وايه وتزاد. احنا عايزين نخلص من القلق. علاج القلق انك تقف كل يوم وتطلب من ربنا أن يكون ليك وجود في السماء، ويكون ليك وجود مع ربنا، وجود دايم. ما أجمل كلمة أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. عايز أقول أن القلق مرض عقلي، وعايز أقول أنه رقم واحد، وهو رقم واحد في الأمراض اللي سايبة الشعوب. القلق يعني الشعور بالانزعاج، الإحساس بالاضطراب، انشغال البال بالهموم. أبونا أيوب يقول: إذا اضطجعت أقول متى أقوم بالليل، ويطول وأشبع قلقا حتى الصبح. مع أن الرب يسوع له كل المجد ويقول لا تقلقوا، ولكن كلمة القلق دي إحنا عايشين فيها، يمكن مش وقت ده، إحنا في كل لحظة عايشين في القلق ده. ده ممكن كمان تسبب لنا أسباب صحية وأسباب عائلية وأسباب عاطفية وأسباب اجتماعية. القلق دخل في كل حاجة وبقى سبب في أمور كتير في حياتنا. لكن الرب يطالبنا النهاردة أن إحنا نلقي على الرب همنا فهو يعلنا. ويقول لنا كمان على ذهنك
على ذهنك يا ابني لا تعتمد. اخيرا يقول لنا الكتاب المقدس وانجيل اليوم يا ريتك ما تخافش. في خوف مقدس؟ في خوف مقدس. خاف من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم، خاف من ده. نعم اقول لكم من هذا خافوا. خاف خوف مقدس، وهو رأس الحكمة، هو مخافة الله. مخافة الله هي بداية الطريق، وهي كمان اللي بتوصلنا للوجود وللفضائل الجميلة مع ربنا. ماري إبراهيم السورياني يقول إن شئت ألا تخطئ احفظ مخافة ربنا. وعندما يتذوق الإنسان حلاوة الله يتحول الخوف إلى حب الله. وقال الأنبا أنطونيوس لتلاميذه أنا لا أخاف الله، يقول عنه أنه دهشه، وقالوا له ما هذا الكلام الصعب يا أبانا؟ فقال نعم يا أولادي، لأنه أحبه والحب يطرد الخوف. الحب يطرد الخوف. ياريت نخاف ربنا عشان مخافة الله تطرد كل مخافة غير مرغوب فيها أو مخافة مرفوضة. هناك أيضا خوف بس بنسميه خوف مرفوض، الخوف من الموت. ويمكن الناس اللي بتخاف من الموت دي خناس مش مستعدة، عشان كده كتير جدا بيخاف. لكن كل الشهداء والقدسين يقولوا لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، فذاك أفضل جدا. سمعان الشيخ أيضا بعدما اطمأن وحمل المسيح على يديه قال الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك. الخوف من الموت يمكن سببه هو عدم الاستعداد، عشان كده ده خوف مرفوض. استعد للقاء إلهك. أيضا هناك خوف بنسميه الخوف من الناس، وهذا أيضا خوف مرفوض. إن الخوف من الناس يدفع صاحبه إلى التملق وإلى الرياء والنفاق، عكس الوصية التي تقول ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. الوصية أيضا تقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكره للرب. الخايف من الناس يقول أرضيهم ما دمت في أرضهم، وما دمت في دارهم، وما دمت في حيهم. هذا أيضا خوف مرفوض. هناك أيضا خوف مرفوض هو الخوف من الشيطان. هناك بعض الناس يخافون ويرتعبون من الأسحار والأعمال، ولكن نتذكر كلمة الكتاب المقدس وتعزيته أيضا، خذوا بالكم أعطيتكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ويقول لنا كمان لا يضركم شيء. أصعب خوف أيضا هو الخوف من بكرة، ده خوف برضو مرفوض. أنا بطمن إزاي؟ أفضل آية أنا بطمن لها وأحب دايما أكررها، يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. ده شيء يطمني وما يقلقنيش. زي ما قال معلمنا داود، لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء. ما تشيلش هم، وبالذات الأمور اللي أنت مالكش يد فيها سيبها لربنا. إلقي على الرب همك وهو يعولك. كلمة إلقي معناها دحرج، سيبها توصل له، بس أنت حاول أنك أنت تدحرجها، حاول أنك أنت توصلها له. عشان كده على قد ما تقدر إياك والخوف من بكرة، اتأمل وما تخافش. آخر حاجة يا أولاد، الخوف بزيادة من أمور العالم، محبة العالم واحتياجات الأرض. كل مرة في الكاثوليكون يقول لنا الكتاب المقدس ويقول لنا صوت ربنا لا تخافوا، يقول لنا لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، العالم يمضي وشهوته معه. ويقول لنا كمان إن العالم ده سيمضي وكل شهوته معه. على قد ما نقدر بلاش نفكر بزيادة في أمور الأرض. ربنا يدينا إن احنا يكون لنا الخوف الطيب والخوف الجميل والخوف اللي يرضي ربنا، وهو مخافة الله فوق كل شيء. ربنا يسند كل ضعف فينا بنعمته. لإلهنا المجد الدائم من الآن وللأبد آمين.